اسمعوني انت وياه، اهم شيء في الزواج الاهتمام بالنظافة والتفاصيل الدقيقة. اهتمام بايش؟ نظافة. طبعا البنات اكثر شيء يهمهم اهتمام بالريحة. اهتمام بايش؟ بالريحة. هذه الغرفة اختبار للنظافة الشخصية، تفضلوا بالدور وفالكم التوفيق. هذه الغرفة لتقييم النظافة. الأول طبعا لو طلعت اللمبة خضراء يعني وضعك تمام وبتسلك، لكن لو طلعت اللمبة حمراء يعني مروح وبتداول. يلا يا ابوي اطلع من حمامك وياه. طيب طيب يا ابوي ليش تروش هنا؟ تروش ببيتكم يا شيخ. سريلك بعدين اذا تبي تمشي اختبار النظافه خذ لك دش. شكوش انت تروح قبلي. هيا هيا. ايش فيك وانت متوتر؟ ماني متوتر، انا خايف من صوت البوكس. انا ظبطت اموري. اخرف علينا. يس عشو 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 وكمان عشو عشو عشو. هيا خليك. ايش تحت لي طال عمرك؟ يلا تفضل. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الريحة. إيه يا الراجل ده؟ حرام عليك ده طلع لك بنفسي. شكرا يا قلبي على الوردة. يعني وردة تعطيني وردة؟ أقول اهجد، مو أنا اللي بختبرك، لا تشد حيلك. أجل وش؟ أمسك. تجي مناهل بتعطيها الوردة. عاد أنت وأسلوبك، إذا خليتها تستحي تجتاز الاختبار. يلا وريني شطارتك. هذه الوردة. أعطيها الوردة مثلك، هذا أقل تعبير بس لحبنا. حبيت. برافو دوت هالوردة. إيش يعني دوت؟ اختلاف لهجات بنغير التست. وش هو التست ده؟ لحظة لحظة.
اوكي. حبيبي انا حامل. وايش حامله ولا؟ مو باول سنه اتفقنا مهنا الان وحبوب هالحمله تتلطين هذي وش زينن؟ هي 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 ايش فيك؟ غبي انت؟ لا بس اتحمست شوي يا خيتي. يحتاج اقول لك النتيجه ولا عرفت؟ لا شكل عرفتها صفر صح؟ تبون هالوردة ذي ولا اخذها؟ برا. اللي بعده. عموري ابي هديه. عيون عموري وروح عموري. وليه الهديه؟ وانا هديتك حياتي. لا والله جد في عطر نازل بالسوق وخاطري فيه. وليه العطر؟ وانت انفاسك تخون. حبيت. والله يجي منك يا ابو طاقيه. يعني نجحت؟ ايه للاسف نجحت. هي امسك الورده. هي امسك الباب. السلام عليكم. هات الورده. قال هي قال. اللي بعده.